السلام عليكم. عليكم السلام. التورك في الصلاة بالنسبة للمأموم إذا كان يضايق من بجنبه أيهما أفضل، أن يتورك أو أن يتركه؟ لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يتورك إلا يتكئ على من بجنبه. التورك في الصلاة معروف أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن وتتورك، يعني تضع وركك على الأرض، وهذا يوجب أن الإنسان يتجافى قليلا، ربما يكون الصف متضايق، الناس مزدحمون فيه فتؤذي من إلى جنبك. فهنا اجتمع عندنا شيئا، فعل سنة ودفع أذى عن المسلم، أيهما أولى، فعل السنة أو دفع الأذى؟ دفع الأذى، لأن أذية المؤمن ليست بالهينة، أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل الذي يحصل في الصلاة ويشوش عليه صلاته، أذية المؤمن بالقول أو بالفعل يقول الله عز وجل فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وخرج مرة على أصحابه وهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وين الأذية؟ الأذية أنك إذا جهرت شوشت على اللي حولك، تشوش على اللي حولك فتؤذيه. ومن ثم نعرف أن بعض الإخوة الذين يصلون بالميكروفون الذي يسمع من المنارة ويشوش على المساجد التي حوله أنهم ليسوا على صواب، وأنهم إن لم يكونوا آثمين فليسوا غانمين، إذ لا فائدة من رفع الصوت على المنارة. إيش الفائدة منه؟ هل في فائدة؟ أبدا ما في فائدة. فيه مدعاة للكسب، لأن بعض الناس اللي في البيوت يقول توه مصلي، توه بادي، اصبر، إذا ما إذا بقي ركعة رحنا، ثم يمكن يروح إذا بقي ركعة ولا يدرك الركعة. ففيها مدعاة للكسل، وفيها أيضا أذية للجيران، ربما يكون بعض الناس مريض قلق كل الليل سهران، أذن الفجر فصلى الفجر ثم رقد ليستريح، فيأتي هذا الصوت الكبير فيزعجه ولا يصل ولا ينام، هذه أذية. والمساجد الأخرى أيضا تتأذى. بلغنا أن بعض الناس لما كبر المسجد اللي بجاره، نعم، تابعه تابع، هذه إخلال بمتابعة إمامه. ما سببها؟ سببها هذا الميكروفون اللي يسمع من المنارة. وبلغني عن بعض الناس قال: إن لنا مسجد، يعني إن لنا مسجدا قريبا منا قراءة إمامه جيدة، أداء طيب وصوت جميل، وإمامنا من الناس اللي تمشي حاله، فكان إذا قرأ الإمام اللي بجارنا تابعته وأنصت لقراءته وخلت إمامنا يسرح. هذه أذية، أذية عظيمة. وأنا دائما أفكر ما هي النتيجة التي نحصلها وراء هذا. ثم لو فرض أن هناك مصلحة، لو فرض أن هناك مصلحة يقابلها إيش؟ الأذية. والرسول قال لأصحابه، خاطبهم، خاطب أفضل القرون خير القرون، يقول: لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل ذلك أذية، وصدق الرسول إنها أذية. فهذه قاعدة انتبه لها: ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع
الأذية. فهذا المتورك إذا كان بتوركه يؤذي جاره فلا يتورك، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لتورك فإن الله تعالى يثيبه، لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.